السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ مسوين ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز او قسط مدريد. قبل ان نبدا المقطع صلى الله عليه وعلى الله ما صلي وسلم على عباد الصالحين اجمعين. طبعا اليوم جاب لكم اللي هو خبر جديد، لكن اليوم راح اقول بطريقه مختلفه. اذا عجبتكم كملت، واذا ما عجبتكم رجعت الطريقه القديمه. فبسم الله نبدا. يقول لك هنا 75 دولارا هديه لمالكي الاكس بوكس 360 لدى شرائهم لجهاز الاكس بوكس 1. قررت شركة مايكروسوفت بعد حملة ترويجية تملح في مالكي الاكس بوكس 360 مبلغا وقدره 75 دولارا ان اقدم على شراء الاكس بوكس 1 او باقة الاكس بوكس 1، وسيمكن لأولئك الذين يحصلون على العرض ان يحصلوا على لعبة مجانية وحسم جزئي على لعبة اخرى ليبدأ من مجموعاتهم للجيل الحالي. عبد العزيز اوغست مدريد شقراء اليوتيوبية. وبس هذا اللي عندي اليوم، اتمنى ان يعجبكم واستمتعتوا من هالكلام. وبس يعني تنسون لايك سبسكرايب، بعد كومنت فيريت فولو على تويتر. والله تويتر ترى مسحوب عليه، يعني معقوله 4200 ما في احد عنده تويتر؟ تويتر انستغرام بي اسحب عليه، اهم شيء تويتر سووا لي فولو على تويتر. وبس سبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك وتعالى. وفي امان الله.